هاج عنده اللي يقدر انه على الاقل يمسك نفسه شوي، يسحب الهايدرنت عشان يشيل الخطر هذا من عنده، ما يبغى يتعامل مع المخاطره. والجرس كان بيسحب المويه. اوه شوف استخدام الدوامبيه، هذا هو سبب ان الماتش اب لاعبين باكمان ما يحبونه ابدا. وهذا الجرس افير لكن سوى اير دوج بعدها، حس انه ما يقدر يكمل الكومبو وانه مو ممكن يحاول يكمل عليه. وين الاير دوج؟ ما طلع، ممكن قاعد يدور عليه. حلو البنش على الداون، على الداون اير، ما كان السبيس حقها مضبوط من موم. مباراة متقاربة إلى الآن بعد ما كانت البداية نسبيا في صالح موم. مع الجرس قلب على المفتاح، نزل الهايدن راح يحاول يسحبه. لا على طول عبد الله كان معتقد ان موم راح يحاول يلعب اكثر على الارض شوي. راحت لومة، ماتت من الاتش بي هالمرة، حتى ما طيرها من ستيج. والحين فاكسن قادر انه يرجع في الجيم، قاعد يرجع بقوة مع الحين البطيخة. وضعها في وضع رائع بعد ما حطها مع الاب بي، سيت اب ممتاز. حطها في الجاب، واللاعب لما ينزل على الارض بعد ما يكون في هيت ستان يصير له زي ما تقول ستان انيميشن اول ما ينزل على الارض، تخليه ما يقدر انه يتصرف بسرعه. الحين هذه اللحظات اللي تقرر الماتش، انه هل يقدر فاكسن يسترد الستوك بسرعه. حلوه استخدام لوما على الستيج من موم عشان يحمي نفسه في الريكفري. الحين كان راح يلحقه بالمويه بالداون سماش، كانت فكره مره ذكيه من موم لكن توقيته ما كان مضبوط 100%. مباراة عصيبة شوي لكن هذه كذا وضع البطولات. الملية البرتقالة هالمرة. حلو استخدام النوترال اير وقدر ياخذ الستوك. وجهز معاه المفتاح مرة ثانية. على طول هالمرة مو ما استنى ميكس اب، على طول حاول انه يلاحق عليه يشيل منه الستوك بسرعة. اتش جارد ممتاز اكثر من رائع للحين، اخذ كمية دمج رائعة. لكن ما قدر ان يجيب عليه دمج زياده من الموقف هذا بعد ستيج سبايك، بس كان موقف جدا خطير على موم. المخاطره كانت راح تودي له الماتش، كانت راح تخسر الماتش بلا صح. حلوه رميه الهايدرنت اللي استخدمها في توقيت كان موم لسه ما تعود عليه. الباك اير طيح لكن يتخلص من التفاحه بالجهه الغلط، خطا في التطبيق من عبد الاله. وقدر يلاحقه بعدها بالكومبو بالاب اير، وهذا اول ماتش لصالح موم. واحد صفر النتيجة، والست طبعا بست اوف ثري، بما يعني ان اول لاعب يفوز مباراتين هو اللي راح يتأهل للجولة الثانية. ننتظر اختيار الستيج من اللاعبين. ما ادري ايش الشيء اللي راح يفضله باكسن في هالوقت، هو وجود الستيجات الكبيره ما يفيده كثير في استخدام البروجكتايلز، ان روزالينا عندها حركه الداون بي تخليها تقضي على كثير من الاشياء اللي يقدر يسويها باكمان. راحوا على دك هانت، خلينا نشوف ايش فيه من هالاختيار هنا، لاني بالعكس اعتقد ان هذه يعني وسع الستيج على اساس ان روزالينا تقدر تتنفس لما تبغى، وفي نفس الوقت وجود الشجر اللي يخليها تقدر انها تلاحق بالابيرز حقتها. انا ما ادري اذا هذا اختيار سليم. بداية قوية مرة ثانية من موم، على قادر انه على طول ياخذ التقدم عنده مع الافضلية. حلوة دخل عليه المسكة، والحين يدور على الابير الثاني. لا راح الاتجاه الثاني فاكسن، قدر انه يرجع للارض. نفس الريكفري مرة ثانية، وموم بدأ على الاقل انه يحاول يقفل على هذه الاختيارات اللي قاعد يستخدمها فاكسن. وابدا ما تقدر تنسى وجود لومة. مع البطيخه حقت باكمان هل بيحاول يضرب فيها؟ خلاله اياها في اسوء مكان بناء على الريكفري كان يسويه باكسن. شوف الكنترول التام اللي قاعد يسويه موم على الماتش الحين، حاول يلاحقه بالنوترال اير. توقيت الريكفري موم يعني حاط في باله كل الاختيارات في كل وقت. مره رائع انه على طول قرا ان باكسن قاعد يعبي النوترال بي حقت باكمان من برا الستيج وقاعد يعقب عليها. قاعد يلاحقه هذه المسكه داون ثرو، ليش راح يلاحقه؟ خذ الفرصه انه يحاول يستغل شويه دمج بالفاكهه. وراحت الافتلت للجهه الثانيه، قدر موم انه يهرب ويقدر انه ياخذ المساحه مره ثانيه. وعلى 82% عنده نسبه ريج ما هي قليله. بس ما كان عالي كفايه مره ثانيه. لا
طبعا شو باستخدام الدانديم مو شو يعني يستخدمه في التوقيت اللي هو عارف ان فاكسن ما يقدر يقرب عليه ويعاقبه بسهولة. فاكسن يطيح من ستيت ويخسر وقت كثير، يكسر وقت كثير مو قدر انه على طول يستغل الوضع وياخذ التحكم في الستيج. بس حلوه الهروب من فاكسن على طول نترال اير من الشيلد. صايد فيه حركه جدا جدا خطره من فاكسن ما كان لها لازمه في هالتوقيت. اخطاء الحين في الحركه من فاكسن ممكن يموت فيها. لكن مو ما قدر انه يعاقبه، كان يقدر انه يشيل منه الترامبولين حقه، كان يقدر انه ينزل ياخذ الريكفري حقه منه. شوف المكان اللي حط فيه لوما عشان يحاول يغطي الهروب. وضعية جدا جدا صعبة على فاكسن حتى لو ضرب روزالينا او لوما. توقيت احسن من جميل رمية المفتاح من فاكسن تخليه في الماتش، لكن قدامه لسه مشوار طويل انه يحاول يرجع في الماتش هذا. الجرس، الجرس والهايدرنت ورا بعض ومعاه الحين كمية ريج عالية، لكن فاكسن محتاج انه ما يفقد الامل. ماتشات سماش 4 كلها عبارة عن ستوكين، دائما الواحد ما يفقد الامل في ماتشات قصيره زي هذه. شو المفتاح وين؟ هل عياش راح يحاول يرجع عليه؟ قاعد يحاول يعاقب باشياء نسبيا ما هي قاعده تطول. هذا الداون سماش، هذا هو الجيم، ملعوبه من عياش. مبروك عليه الفوز، والله يوفقه، الله يوفق الشباب عموما في بقيه البطوله. فارس مع طول ماشي.